اخ ويلا ويلا من قولا اخ تطبق ضلوع ابو علي الباب الخيمة جو فزعة وفريت فزعة قالوا لي الحسين يلوج من ضلعة وبعد بعد تقول لأخوي احنا بالخيمة شاكو بالخيمة وحنا من الغروب وننكن سمعايا الإمام زين العابدين يقول كنا في الخيام حجمت الخيل والله لقد سمعنا تكسر أضلاع والده يسمعون أنين الحسين تكسر أضلاع والده الحسين ويلاه ويلاه قول ويلاه خايبين قول ويلاه يا ابويا فليصرخ الصاروخون حسين 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 وحنا من الغروب وننكين سمعه تقول له بس ليه بس ليل ومو عدل على خايتك خويا هيل طلع وانا على الذيل جديدة تقول له تصيح من بعيد اطلع ما اطلع يا حسين تسمعني تقول له تسمعني اطلع ما اطلع مو بدار دجيك وخدري منعني بس ما تطلع ليش كل هم جلبة بي وخاف تتبعني كلا وراها الله يساعد قلبك مولات شلون كلام هذا شلون حكي الله عذرا سادة عذرا مولاي صاحب الزمان عويلا عويلا وينك لا تطلعني ابكي ابوي ابكي لا تخليها بقلبك ولا حد يقول لا تقرا مصيبه هذا اللي جرى لا تتفلسف براسك فدوى اروح لك حدثوا شيعتنا بما جرى علينا هذا اللي صار هذا صار اقول لك اياه فدوى تنبهني مو بغيره اكثر مني فدوى روح لك سيد انا وعمتي زينب بس هذا صار
تقطع ونينك لا تطلعني احلفك بالصمد والحومة بعيدة بعيدة يا ابن امي وانا الجلع قلبي يا اخوي قل بعد ما بيضل يا حسين راح الفيك ونينك حرق قلبي ونينك حرق روح وقلب طق علي بعد ما بيضل يا حسين راح الفيك ونينك حرق روح وقلب طق عليك الخيل استحقتت بصت وردت ليك الخيل استحقتك عبرت وردت ليك ردت ليك حتى يقول صاحب الزمان حتى الطحنة طلوعة حط بالك تعرف شنو طحن قلت زينب الخيل استحقتك